ذكراه نور للحياة. من أهل
الفرات وللأقصى به أسرى والناك قد صلى إماما بجمع الأنبياء بأسرى حبيبي جل الذي صلى إماما بجمع الأنبياء بأسرى سيد البشر أرواحنا فنوى له بقلوبنا أسرى حبيبي سيد البشر سيد البشر أرواحنا فدوى له وقلوبنا أسرى لما عرض رفع جبريل سابع سماء والصلاة وأتى بالبشرى لنا وأمرنا بالصيام والصلاة وجمع الرسل قالت سلام لأمتك والصلاة